ربي خير. بسم الله الرحمن الرحيم. كلشي فهادشي معايا نعيم البزداوي نسيج محلي وجده. هذا الافطار الجماعي يدخل في اطار الانشطه التي تقوم بها مصلحه الشؤون الاجتماعيه والسجن المحلي بوجده في شهر رمضان المبارك، وهي سلسله متواصله من البرامج التي تسعى المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج الى تثبيتها والى التركيز عليها داخل الفضاء السجني، لما لها من دور هام في فعلا في اعاده ادماج هذه الشريحه الهامه من النزلاء، وخاصه فئه الاحداث، فئه الاحداث التي من المفروض انها ان تتلقى العنايه الكافيه. وهذا الافطار الجماعي وغيرها من الانشطه التي سنواكب على تقديمها في شهر رمضان المبارك ستساهم من دون شك في اعاده ادماج نزلاء المؤسسه السجنيه، ولكي نقول للمجتمع المدني باكمله بان المندوبيه العامه تسعى بكل ما لديها من اطر الى 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 القيام بما يلزم للمضي قدما نحو اصلاح واعاده ادماج هذه الفئه من المجتمع. نحمد الله على اننا في ظل السياسه الرشيده لمولانا امير المؤمنين، نسال الله التوفيق. استاذ تزاني نرحب بك، واول سؤال نشاور لك هو في اي اطار ياتي هذا النشاط؟ نشاط بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نرحب بكم هنا في السجن المحلي بوجده، ما بقاش ديك البوابه المغلوقه، ولات بوابه مفتوحه للجميع. الناس اللي كيساهموا في اعاده ادماج السجناء لا من جمعيات لا من صحافه لا من جرائد لا من، مرحبا بهم في اي وقت، حنا بابنا مفتوح لهم. بالنسبه لهذا الافطار الجماعي كيندرج في اطار الايام اللي كنديروها بالنسبه للسجناء، هدفا منا في اعاده ادماجهم في الوسط الاجتماعي لكي لا يحس السجين بانه في مأزل عن العالم الخارجي. فاحنا ما يمكنش للسجين يخرج للعالم الخارجي، ولكن العالم الخارجي يمكن يدخل له في اي لحظه وبصدر رحب لكي يساهم معنا في اعاده ادماجه ان شاء الله. هذا النشاط ديال اليوم يعني واش هو ضمن واحد مجموعه ديال الانشطه اللي ممكن تصير ضمن رضاها، او الله هو منفرد يعني كيفاش كيتم اختيار هذه الجمعيات اللي كتعمل؟ حنا ما كنختاروش الجمعيات، يعني اي جمعيه كتقدم لنا طلب كناخذوه بعين الاعتبار وكنقدموا بالنسبه للاداره ديالنا المركزيه المندوبيه العامه لاداره السجون، والترخيص كيجي عن طريق كتابه كما هما كيقدموا لنا كتابه، وحنا ما كنرفضوا حتى شي جمعيه كما كنوع ديالها كتقدم لنا طلب كنقبلوها. والدليل هو ان اي جمعيه لحد الان منذ سنتين اي جمعيه قدمت طلبها الا وكيكون الموافقه مباشره، ماشي هذا اول احتفال كان. درنا احتفالات بزاف في هذا السجن لمده ديال سنه هذه منذ تعييني على راس المؤسسه ديال السجن بوجده. كاين الاحتفال ديال الوطن السجين، احتفالات بالنسبه للسنه الماضيه ديال الافطار الجماعي، لا بالنسبه للاحداث لا بالنسبه للنساء لا بالنسبه للسجناء الراشدون. درنا احتفالات بزاف بالنسبه ليوم الوطني السجين، بالنسبه للجهويه ككل، بالنسبه للسجون ديال الجهه حتى هما شاركوا هنايا، بالنسبه لدوريات كره القدم ديال فضاء الناس الجمعوي بالتنسيق مع فضاء الناس الجمعوي والمجلس العلمي لمدينه وجده. نعم الحمد لله وجده معروفه بالكرم ديال الناس ديالها ديال المجتمع، فالسجن ما كيخلوش معزول، كيجيو وكيشاركوا وكيدخلوا للسجن وكيوكلوا الناس وكيفطروهم وكيأزرهم في المحنه ديالهم اللي هي في الاعتقال. السؤال الاخير واخا ما جاش داخل الاطار، شنو هما الاقسام ديال الاعمال الاجتماعيه الموجوده داخل المؤسسه؟ الاقسام ديال الاعمال الاجتماعيه كاين بالنسبه للاعمال الاجتماعيه هناك التكوين المهني، احنا عندنا هنا واحد الورش كبير ديال التكوين المهني بالنسبه للنساء كاينه في الصاله والخياطه، بالنسبه للراشدون عندنا هناك الاعلاميات لانها كتطلب واحد المستوى ثقافي متسع فما فوق، بالنسبه للتكوين الاخر عندنا الترصيص الصحي، عندنا كهرباء السيارات، عندنا الكهرباء، عندنا الصيانه، هادو كلهم دي برونش اللي كيعلموهم وتركزوا على السجناء الاحداث اللي هما كيساهموا باش يخرجوا بواحد المهنه اللي كتساعدهم في الاندماج السريع في المجتمع. وفي حاله الا كان
سجين أفرج عنه ولم يستكمل التكوين، فحنا كنستدعيو باش يجتاز المباراة ديال التكوين المهني، ويمكن له يكمل التكوين ديالو على برا في مركز ديال التكوين المهني بإعطائه شهادة منا باش كيمشي كيدير التكوين المهني وكيدوز المباراة وكياخد الدبلوم ديالو مثلو مثل الناس اللي على برا. يعني الدبلوم ما كتكتبش فيه بأنه سجين المهني. الفكرة أنه الجمعية أصلا كتقوم بالتكوين، وهاد التكوين كيكون لفائدة الشباب، وداك الشباب إما كيكون في وضعية صعبة أو الشباب داخل الأحياء العامشية، وحنا عشنا هاد الحالات وعندنا حالات كيتواجدوا هنا داخل السجن. ولهذا طرحت الفكرة على السي محمد قيسي وفرحت وتقبل الفكرة أنه، ولهذا فكرنا أننا نقوم بهاد العملية ديال الإفطار الجماعي داخل المؤسسة باش نشركوا بالفرحة ديال رمضان وندخلوا قلوبهم للبهجة. دابا هاد المناسبة هادي اللي درتوها وشاركوا معكم فيها ناس يعني كانت مشاركة ديال الجمعية هي كاين الجمعية ديالنا، كاين الأخ البطل سي محمد قيزي، وكاين واحد الأخوات فاعلات جمعويات نساء المجتمع اللي رحبوا بالفكرة وهما اللي ساهموا معنا في هذه العملية. كاين الأخ ديال مرجان، كاين الأخ ديال ريستور رومانوس، وكاين واحد المجموعة ديال الإخوان لا من الصحفيين ولا من المشرفة الاجتماعية ديال السجن هما اللي ساعدونا في هذه العملية. طبعا من ناحية المساعدات يعني واش هاد النشاط هذا يعني كان يتقام هاد المصاريف واش كانت غير الجمعية ولا كانت مساهمة؟ لا هذه كانت مساهمة من الأخوات، ويمكن تكون باسم ديال الأخوات. كاين الأخت فاطمة فالونتي، كاين درواز، كاين السي محمد، كاين نجاة مغفور محمد دايزن، كاين نجاة مغفور، وكاين مهلا مونيا. هادو هما الاخوات والاخوان اللي ساهموا معنا ووقفوا بجنبنا، ويعني كانوا جنود الخفاء في هذه العمليه ديال هذا الافطار. دابا الجمعيه شنو هما الاعمال شنو كتقوموا بشكل عام؟ الجمعيه كتقوم بالاضافه للاعمال الاجتماعيه كتقوم واحد التكوين مستمر في مجال صناعه الحلويات والطبخ، وكتوفر كذلك شواهد التخرج للنساء في وضعيه صعبه والفتيات والفتيان في المنقطعين عن الدراسه. في المراكز السوسيو ثقافيه التابعه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. من نهار فاش تاسست الجمعيه من 2005 والجمعيه كتقوم بعده انشطه، كاين العمليه ديال الاعذار سنويا، كاين العمليه ديال الحملات الطبيه اللي كتقوم بها سواء دوك القوافل الطبيه، كاين الاعانات المساعدات. يعني الجمعيه بالاضافه للتكوين المستمر كتقوم بواحد الاعمال اجتماعيه على مدار السنه. شكرا. صافي. يعني هذه الفكرة بما فيها وما عليها، يعني
اولا كنقولوا مرحبا للجميع والابواب ديالنا مفتوحه انه الرساله ديالها الهدف ديالها نشكر الانماطر اللي هو راني عاونوا الوالدين وسيرتو الوالدات خاطر هي هما اللي كيتقبصوا اكثر سيرتو من ولدهم ولدهم يكون في الحبس دونك وهذا المسلسل ان شاء الله هذه الفكره راح نتمناو بهم بزاف تاع الاولاد والبنات ديالهم في الحبس يخرجوا من هذا الطريق اللي سبق ومشي واحد الطريق ديال الفن علاش لا وراني عارف باللي فيكم في الحبس بزاف لي فنان كبار يعرفوا يضحكوا يعرفوا يكذبوا يعرفوا كل شيء دونك خاصنا نديروا هذاك الشيء في جهه زينه دونك هذا هو الفكره و سي دي توت لي بريزون دو ماروك ان شاء الله ماكسيموم باغ اكزومبل بريزون دو وجده الحبس تاع وجده مع الحبس تاع كازا مع الحبس تاع الرباط مع الحبس تاع ليون نديرو دي تورنوا الاول غادي يكون الاساتذه دي ميتر دار مارسيو دون شاك بريزون فين غادي يعلمو من بعد غادي يكون التورنوا و لي دي لو شامبيونا دو ماروك غادي يمشي ابخي كاين اوروبا كاين لي زيتازوني كاين العالم والرايه ديالنا ايفيدامون ان شاء الله الفيلم في المسلسل غادي دائما تكون ان شاء الله طالعه ورابحه مي مع الخوت والخواتات اللي في المستوى والاخرين نعلموهم نعاونوهم ميو كون بو باش يوصلوا لهذاك المستوى دونك حتى هو ما غادي نسمي فيه دونك غادي نديرو كما قلنا السبب وكما كما اللي كي تعطينا شويه من السيناريو يعني الفكره تاع السيناريو مازال باقي عاد علاش قلت هذه غير فكره ورحنا نتمناو ان شاء الله احنا كما قلنا نديروا السبب كما لله ما للسيناريو ان شاء الله الحمد لله عندنا في بلادنا اللي عنده ما يقول في الكتابه ديما ان شاء الله معهم غادي نخدموا خاطرنا بوحدي ضعيف ما نقدر ندير والو بوحدي دونك راه توجور سي اون ايكيب ان جروب اون فامي ونديروا السبب كما لله واخا خرج شويه من السجن باش عندكم دابا ان بلونجي هنا في وجهه في المنطقه عندنا بلوزيوغ بروجي عندنا واحد الأرض الحمد لله الأرض موجودة ونديرو فيها واحد استوديو سينما هذاك هو الهدف ديالنا عاود كما قلنا نديرو السبب كما غادي واش غتعطلنا شي ممثلين العالميين ولا من 35 عام باقي الوقت انا راه عندي 50 عام والحمد لله هذا الشيء اللي نسجا وسورتو ايفيدامون اللي غادي يعاونكم بزاف هي الرياضه طرشوا الى عندكم شي بليه سافا با بحال كارو طرشوا ما عندكم ما ديروا بها دونك ديروا الرياضه الرحمه ديال الله غادي تعاونكم في الاعمال ديالكم وتهلاو لي في الوالدين وسورتو في الوالده